استقبل المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية أمير التلواني وفدا مشتركا من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بداخل مقر هيئة الرعاية الصحية بالأقصر. وتهدف الزيارة إلى التعرف على نجاحات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر وإنجازاتها، وبحث أوجه التعاون لدعم نجاح المنظومة، لافتة إلى أن الزيارة شملت تفقد وفد البنك الدولي لمستشفى الكرنك الدولي ومركز طب أسرة منشأة العماري التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر.